العلاج ديال هاد المرض هو علاج فعال il se base sur une antibiothérapie prolongée, c'est-à-dire juste dire les antibiotiques en association voire trois. Ou la chose que je veux dire, on a moins, mais j'ai donné la durée de l'ilage. L'ixa, tu connais 15 jours. Et là, tu connais une difficulté. Le malade qui a déjà perdu le sang ou tu connais un des critères de la qui a fait le cas, qui marche, mais à l'aise, qui a pris des médicaments de la pharmacie, sans recette. وكياخذهم لمده يومين او ثلاثه كيغبر هذاك القطيره كتغبر كيحبس العلاج فهاد الوقيته اش تيوقع المرض من الداخل ما كيتعالجش دونك كيولي الى اون رياكتيفاسيون كيعاود يكثر هذاك المرض وتيولي بقوه خطيره افيك اون ريزيستونس اون ريزيستونس اللي ما تيوليش المضادات الحيويه كتقضي فيه دونك هنا نركزوا مزيان مده العلاج خصها تكون 15 يوم واخا يغبر العلاج واخا يغبر المرض بعد يومين او ثلاثه نواصلوا العلاج لمده 15 يوم المساله الثانيه واللي مهمه باش يتم القضاء على هذا المرض هو علاج الشريك الجنسي لانه الى عالجنا راسنا كيبقى المرض عند الشريكه الجنسيه مثلا كان براو حنا كيبقى عندهم وخاصه انه هذا المرض ديال السيلان تيكون عند النساء ما تيديرش لهم لا ريحه لا قيح لا حكه دونك كيعالج الانسان نفسه ما كيعالجش الشريكه الزوجيه ديالو كيبرى كيبقى عندها المرض مره اخرى كيعاود يهزو انسي دو سويت دونك جوج هنا نركزوا على جوج الحوايج هي العلاج خصو يكون لمده 15 يوم وعلاج الشريكه الجنسيه واللي اهم حاجه هي الوقايه كما تيقول لك الوقايه خير من العلاج دونك الحاجه اللي كنركزوا عليها هو استعمال واقي الذكري في العلاقات الجنسيه لانه كما كيتهز هذا المرض كيصاحب لامراض خطيره هذا المرض عنده علاج ولكن الامراض كاينين اخرى كالتهاب الكبد كالسيده اللي العلاج ديالهم كيكون صعيب شيئا ما